خوتي تعرضت لواحد القضيه ديال النصب والاحتيال. كانت عندي دايرين لا جيرونس مع واحد السيد لا سبيل الذكر الاسم ديالو، داير معاه 3 ans ديال لا جيرونس رينوفلابل، موراها بشهر ولا بشهر و 15 يوم ولا 20 يوم، المهم في اواخر مارس ديال 2019 داير معايا عقد وعد بالبيع. عطيتو الفلوس ديال، عطيتو 35 مليون، عطيتو 15 مليون، عطيتو 5 مليون ديال لا جيرونس، وبلا الخلاص ديال الضريبه شي مليون وشي حاجه. المهم هادشي كله تقريبا شي 60 62 58 59 فهاد هادشي. تفاجات كنعيط على السيد كنقول له الله يرحم لك الوالدين ويجازيك بخير، اجي الله يرحم لك الوالدين، نكملوا غير البيع والشراء، نكملوا. انا في اسبانيا، انا في سميتو فغانا، دابا كيقول لك راه عنده فغانا، هو مع واحد المسؤول كبير امني. انت ما كنتيش عارف بان المحل ده؟ ما عارفش اخويا، مشات لي دابا 60 مليون و 30 مليون د الماتيريال. عباد الله، عباد الله، واش بنادم في الظروف هادي مالي المحل ما علمونيش بلا عنده افراغ ولا داعين، وتتفاجات بسميتو، تتفاجات عباد الله، تفاجات عباد الله، عباد الله. والسكنه ديالي هذيك السكنه السيد، انا ساكن مع بوحده، ماشي في القرار، ماشي في القرار، القرار كاين عباد الله، القرار كاين ديال المحكمه، ايا نطبقوه ما كاينش مشكل. واسفلي التجاري اجاب هذيك السكنه، عندي شهاده السكنه وفيها شهاده السكنه، وكنعطي 500 درهم لمول الدار، هذا مول الدار هذا كنعطيه 500 درهم. عباد الله، عباد الله، عباد الله. ودابا بقينا لهادي 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 لهادي، دابا غندخلوا نتشردوا وكذا والمسائل وهذا الشيء اللي كاين. انت كيتشفاو فينا واحد الجار، هذا كيتشفى فينا دابا، كيتشفى، ولكن كاين الله سبحانه وتعالى، كاين الله سبحانه وتعالى. كما غتنصب تنصب عليا فعلا، هاد السيد هذا ما كانش كيخلص ملي مشيت للمحكمه، هاد السيد ما كانش كيخلص من 2018، ما خلصش. هاد الناس الورثه ديال هاد الناس ديال هادو اللي داروا الافراغ عندهم الحق، ما كيتوصلوش بالكراء ديالهم، سي نورمال. وعباد الله، عطيتو الفلوس، عطيتو 2 مليون شي 500 ولا 600 ولا 700، ما راه عندي الشك باش عطيتو، قلت له سير خلص الكراء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.